فون 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 فوتوشوب. يا محلى خلقة الله شو بدك بالتجميلة، يا محلى خلقة الله شو بدك بالتجميلة. لا بدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة، ما بدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة. يا حلوة لوين بالطريق؟ راح عالحكيم بدي اعمل كولاجين، بوتوكس وماسك بتعملي حلو كتير، خليك تدوب فيه وهيدا الشيء اكيد. اسمعي مني شو بدك بيا الصرعة، انت حلوة هيك كيف ما كنت خلت الله، ما تكون البنت اللي عايشه بالخيال، جمالك من الله يلو وحده الكمال، روحك الحلوة بتعكس لبرا، قلبك الابيض هو عند الاغلى، لو بدك صورة حلوة اعمل لي فوتوشوب، ليك وخليل بيرسمك هي توب، اوعى ما ترهني تفكيرك بجسمك، كبري عليك غير هيك ما بلبق لك، هيك على طبيعتك انا برتاح لك، احلى شي فيك تضلي على شكلك. الا شريطان والكذب بتقلك ما في تجميل، جمالي كله طبيعه، تمشي بتتمختر بتميل عمهلك اوعى تضيعه. قلك ما في تجميل، جمالي كله طبيعه، تمشي بتتمختر بتميل عمهلك اوعى تضيعه. فكرة صارت مالي كان وبتضحك عمين ما كان، صارت مالي كان وبتضحك عمين ما كان، وبتقله خلقت الله. يا محلى خلقت الله شو بدك بالتجميلة، يا محلى خلقت الله شو بدك بالتجميلة. لا بدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة، ما بدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة. صراحة شكلي هيك عجبني، ما بدي كون باربي ولا حتى كون بيونسي، كوني بلاستيك تعملي سر شريبة للبنات، كوني من نون كابي 1 2 3 4، فهمت علي خلي تفكيرك معي هون 5 6 7 8، يا رجال بلاست دونت هاف تو بي ريميد. هون أحلى حلقة، أنا بالعربي يا دوب كنت فهمان عليك، ريقنت وحكيت بالإنجليزي فوتني بالحيط، ترجم لي عيني هنت أنا إنجليزي ما بتعرفها. ليكي حكيم ترجم لها شو عم بحكي، ليكو لو بعرف ترجم كنت ترجمت ترجمت. إيه يا خليل بس عم بحكي عن حلاها، مثل ما هي أنا ببت سماها، مو ضروري تكون بلاستيك حتى أعجب فيها، تكون كلها نفخ حتى أنا دوب فيها. يا محلى خلت الله آخر كلمة بحكي، مع روحك الحلوة رح أبي كيف ما كنتي. بما أنه خلصنا الريقان أعطونا قد قفتي على البيان وخلونا نكيف. هذا القتقفتي اسم الإيقاع. إيه وشو هذا البيان؟ شو بكله؟ هذا اسم المقام حزورة. ولك يا حبيبي هذا المقام اسمه بيات بالتاء مو بالنون. أوف أوف أوف، لا بدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة، لا بدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة. فوتوشوب. لا سالي على المزبوط. والله يا ربي صفاتي رايح فيكي. مشان يبين وشي كيفك؟ اهلا خليلو، اهلا، خليك خليك واقف هون بس بين ما اخلص من خالتي ام مسعود، الله يطول بعمره ويديم صحته عليها. بدي ليكي خالتي شو بدي اقول لها؟ شو مرضها؟ شو حالك؟
ثلاث ارباع عمياء، وبتعرف مثل ما انك شايف يعني قرمة السنجاني فيها خير اكثر منه، وشو بده يعني يساوي له يا حزرك؟ شو؟ اشفط له واسحب له وانفخ له وكراسي خدود. وبتعرف القسمة التي قسمت قسم البعير؟ ظهر البعير عباس. لك اللي قسمت روحي قال بده عدسة. شو؟ عدسات. دقيق منيح. هذا كيف هيك ولا هيك؟ كيف بدك، ما في نتيجة. دبر راسك، دبر راسك بحياة امك. صديقي تركني بهي المحنة. شو أعمل يعني؟ شو قل الحقيقة. لك يا خيتي أنا ما بدي كذب عليكي. لا عباس شباب، لا ولا المرق هذه مقابلك ليش ما تعلي صوتك؟ لك اسمعني، لما بدي لو تسألني استناني لجاوبك. أخ خليل أنا نسيت قل لك أنه أبتسمع. شو؟ أبتسمع بحياة أمك. صرفه ولو لا ضميري بيعذبني، هذا الضمير المهني. أفيني طول بالك. أنتي خالتي، انت بدك نفض من اول وجديد، يعني بدك تنزيل محرك، تجليس الدهان. هلا بالنسبه للفرش بننفضه على كيفنا، الشاسيه كمان حوالي شاسيه هيك محترم يعني، وبالنسبه للتابلو مع شويه تعديل بيزبط يعني. شو الا يعني والله جولف 74 فيها خير اكثر منك. خالتي انت امتى اخر مره غيرتي زيت؟ لك شبي امتى اخر مره غيرت زيت؟ لك مريقين مريقين طلع فيها منيح. هذا شكل مكنة مغيرة زيت طول عمرها. بتعرف قديش صار لها ماشية هاي؟ قديش؟ طول عمرها يعني ماشية الوطن العربي من المياه إلى المياه وعورك. بدك ياها تغير زيت؟ طيب قلنا مشان الدوزان والبطارية شكلها كتير عم تخطف على اليمين وعلى اليسار. لما ريقي لما ريقي اسأل عن شو؟ عن الدوزان والبطارية. شو بقوله؟ بدك يعني اسأل عن الدوزان والبطارية؟ لا والبواجي كمان. شو رأيك؟ وأنا من الصبح بدي أفتح لسيرة الأشطمان، خايف تفهمني غلط وتتهمني بالتحرش. ايه والله شكله هالشكل. ليك اسمع لك خالتي قومي. خالتي زفتوا بيت شحاتي. جابوا الجبالي. ما هيك مزبوط حكي. أنا هيك ما قال لك الله ليسعد. إيه كملي روحي الله ليسعد صباحك. طلعي لعن بقى لعن سلوى بدياكي. روحي عيني روحي ميسرة يسعد الله. أول ما فتت فكرت مرت عمك بتشبهها لريمة كتير. وأنا بقول هيك. معك 500 لأول الشهر؟ اليوم أول الشهر. لا في شي بيمرق عباس يا زلمي. خيو بعرف إنه اليوم أول الشهر لهيك بدي 500. بحاجة مصاري يا رفيقي. لا يا زلمي شو بحاجة مصاري، معي يهن متلتلين بالبنك بس هيك جاي اتمضرط عليك واخذ منك 500. طالما معك يهن بالبنك ومتلتلين ليش عم تطلب مني؟ اول شي يا عباس لا تعيط، وتاني شي لو معي مصاري متلتلين بالبنك يا مريقن يلي في براسك برغي ليش جاي لحتى اطلب منك؟ ها عدني منيحة عشان البركة. خذ خلي هالمصاري معك. خذ. ضل حدا ما شاف انك ما تعطيني مصاري. والله الف ليرة الله يديم عليك الرزقة، شكلك عم تشتغل كتير. طيب قوم تنقعد نشرب قهوة. قوم خليل شو حالك لشيء؟ ما بعرف انا كنت قايم فبنص القومي قلت لي قعود فوقفت بالنص احترت لاني كنت قاعد، فبدك ياني قوم ولا اقعد؟ لا اقعد. لا قوم قاعدة. سلوى يا سلوى هات اثنين قهوة مربى. بس بتشغلني عندك بالعيادة؟ ليش شو صاير معك؟ لك يا زلمي كل ما رحت لحتى اشتغل عند حدا بيطلع مريقة. هلق معقولي كل اشتغلت عندي مريقني؟ ولك يا زلمي اذا مو مريقني مصفرني. طيب شو بدك تساوي؟ بدك تشتغل عندي يعني؟ حزورة ولو عباس على سيرة الريقان كيفو بياك؟ الحمد لله منيح حط راسه ومات. توفى ابوه؟ لا بعيد الشر عم يلعب شدي. قلنا لك مات شو بدكم ما يعمل؟ ما ينشر غسيل مثلا؟ الحمد لله طمنتني. تعيش يرحم موتك يا رب. تفضل دكتور. يسلموا يا سلوى ما شاء الله على هالمشي. ما شاء الله خزيت لك. تفضل خيي خليل. لا بدي هداك شكاره فيك. طب تفضل خيي خليل. ماشي. بس ما قلت لي شو رايك بسكرتيرتي؟ منيحه ماشي حالك تمرق هلا بس تطلع بنحكي. يلا اطلعي ما سمعتي شو قال. ليش ما قلت الدواء؟ يا زلمي لأن نص مستحاسي والنص الثاني ريقان. خليل أبي اسمح لك جيب سيرة سكرتيرتي بالعاطفة. تعال قل له.
وهيك قنعتني. شفت كي يسلموا على 500. بدك شيء؟ شو رايح؟ لا هلق جي. شكلي انا جاي ولا رايح؟ لا رايح. طيب اذا شكلي رايح ليش ما تسالني اذا رايح ولا جاي؟ شو باكله؟ طب خلص الله معك بس لا تعصي. باي باي. يرضي عنك يا خليل، يرضي عنك، يرضي عن الريقان فيك. شايف؟ هاد صديق عمي، رفيق طفولتي، زميل دراستي، وقضينا اسبوع كامل بمقعد واحد. دكتور قببتيني من أرباطي. الله لا يوفقك. سلوى أنت ببيت أهلك معاكم أبواب؟ بلا دكتور، في هنا أبواب كتير. كتير. سلوى حبيبتي، يا سلوى حبيبتي، فيني أسألك سؤال وتجاوبيني بصراحة؟ أي دكتور، خد راحتك. البشر لما اخترعوا الباب لشو اخترعوا؟ أي مشان نفتحه دكتور، مبينه. طيب قبل ما نفتحه شو بنعمل؟ منحط إيدنا على المسكه. قبل ما نحط ايدنا على المسكه شو بنساوي؟ اي لازم يكون فهني قرار داخلي بفتحه. بتعرفي شو سلوى؟ يعني اذا بضل 6000 سنه قرب لك اياها وبعد لك اياها ما رح تقولي من دقه للباب. بعدين لشو جاي لعندي؟ لشو؟ يلا احكي شو بكي. اي دكتور انا زهقت من شغل السكرتارية. زهقتي؟ حابه اتطور. حابه شو؟ اتطور. ما اسمحي اتطور. ايه بحضي ها. اذا هالحيط بيتطور انت ما رح تتطوري. بعدين انا ما عم بقدر افهم من شو بيشكي شغلك بالعياده. اي دكتور انا ممرضه وانت مشغل لي هون الاوفيس جيرل تبع العياده. بعمل قهوه، بعمل شاي، بنظف العياده، بشطفها، بنظم لك. بس بلكي ترحكي. انت عشو ما ترضى بالضبط؟ اي دكتور انت ممكن بالخارج. اي والله. طيب بالخارج ما عندهم مبدأ انه المرأة المناسبة بالمكان المناسب؟ سؤال ذكي والله يا خيتي يا سلوى. شوفي هلق المكان المناسب للمرأة سواء ان كان بالخارج ولا بأي محل تاني هو بالضبط المساحة والمسافة الممتدة من السرير الى المطبخ. طيب دكتور قيمك من المرأة؟ أينشتاين ما قال إنه الرجل المناسب بالمكان المناسب؟ إيشو شايفتيني مخاواك أنت لأينشتاين؟ دكتور باختصار ومن غير لف ودوران أنا رح قص الكوع وأحكي. بقية دكتور أنا بدي أوفيس بوي هون بالعيادة. يا خراشي الله يرحم ستك تولد سويسرا وقال أبتحكي غير بالإنجليزي. أي دكتور هيك شفتها بجوجل. سلوى انت ليش بدك اذن بالعياده لتكوني مزلوله من فنجان القهوه اللي بتساوي لي اياك اليوم؟ لا دكتور القصه مو قصه اني انا مزلوله، بس بصراحه القصه مؤذيه كثير. يعني انا ما بعرف ليش ما بيخدموا النسوان عسكريه عنا. يعني تخيلي حالك هنتي ومرتي ريما شايحين بالشورت وعم تمشوا كواع وركب وانا قائد الفصيل. لا تقاطعيني ارجوك. شوفي سلوى، عجبك الشغل عنا بالعيادة يا أهلا وسهلا، ما عجبك بتروحي على بيتكم بتدقي راسك بكل شي بواب موجودة عنكم وبعدين بترجعي لعندي بتدقي راسك بكل شي حيطان موجودة بالعيادة. لا تقاطعيني انصراف. اي حاضر دكتور، بس مشان برستيجك. ها خوتي قلبي على الانجليزي قال. شوف عباس، إذا بتجيب لي رسالة الأوفيس بوي بدك تطلقني فورا، ماشي؟ سمعت شو عملت لك ريما؟ سمعت؟ شوفي بس لأنك حكيتي هيك وإجيتي من فوق وعم تهددي أنا بكرة الصبح رح أجيب آذن على عيادي. عباس طلقني.
ايش مفكرة ريما يعني؟ نحن عم نلعب بلول مع بعض ولا هيك طبخة شوربة؟ ريما روحي من وشي احسن ما وبصفتي دكتور تجميل طالع كل شي وسخ ببطني وطرشه فوق راسك وراء دور امام سر. بحبك ولا؟ بطر بحبك ولا؟ يس ما قلت لك انه حبيبي عباس ما بيرفض لي طلب ابدا؟ اي مدام ريما بالرغم من كل الخلافات وفارق العمر اللي بيناتنا بس انتي رائعة رائعة. بوسي لشوف. انتي مو بس بتستاهلي بوسة ايد وبوسة على الوجنتين كمان. شوف يا حبيبتي سلوى من هلا وطالع اي شيء بدك اياه من الدكتور عباس تطلبيه مني انا ماشي؟ اي مدام ريما بس فهني شغلات بدي اياها منه انتي ما فيكي عليها. وليش بقى؟ اي بصفتك مرأة. يلا يلا بدك شي؟ اي وين رايحة مدام لسه ما شربنا القهوة. بدي اشوف حبيبي وزوجي ونور عيوني عباس. باي باي. ان شاء الله بتعسك سيارة الزبالة. لك شو حالك؟ شو حالك انت وهديك الخوتة؟ هديك فاقصة معاها على آزن وعم تتوحم على وانت فاقصة معاكي على حبيبي حبيبي. يا حبيبي يا عباس انا عم شوف انه انا عم مل لحالي فبدي ولد يسليني. والله بصراحه فاجئتني بشغلتين يعني انه صايره عم بتشوفي وانا عم شوف هلا انه ممكن ادحك خمس الحواس هر اسناني. كم مره حكينا بالموضوع واتفقنا انه ابدنا اولاد. بس انا بشوف انه بدنا اولاد. وقلت لك ابدنا. طيب ليش اعطيني سبب واحد مقنع بس. عدي على اصابعك لاشوف يعني اذا جبنا ولد انا متاكد سلفا انه رح يجي غير سليم. وليش بقى؟ واضحة لأنك أمه ومورساتك قاتولية. ها وليش لحتى ما يطلع لأبوه؟ شو ما تحكي أنت ما قلك مورساتك مورساتك. كيف بدي أشرح لها يا هاي ريما؟ مو أنا كنت بالخارج. أي مبلا بدك الصراحة. يا ريت. عمي إذا جبنا ولد أصبح انفصالنا شبه مستحيل فبقى الله يرضى عليك خلينا بلا أولاد وخلينا عايش على الأمل. كنت عارفاني والله كنت عارفاني. شو بتعرف؟ انك مستقلعة وبدك اي سبب مشان ننفصل. يا ريما يا ريما يا حبيبتي انا ما بدي اجيب ولد مشان ما نعذبه معنا بهالحياة. وليش انت مفترض انه رح يتعذب بالحياة؟ لانك امه. لا تقاطعيني لا تقاطعيني يعني انا اكتر شيء اهرني بهالحياة يعني هذا الجيل اللي عم يطلع من تحت ايديك وايدين زميلاتك بالسلك التربوي. بس هذا ابني واكيد رح ربيه بطريقة مختلفة. ريما هنا وهنتي متفقين انه الزواج مؤسسة فاشلة ما هيك؟ اي صح. طيب اذا جبنا ولد لا سمح الله لازم يتعلم يحكي بالقاف. بس انا بشوف انه ابني لازم يتعلم يحكي بالقاف وبس. شفتي الاختلاف الجوهري؟ عباس ليش انت ضد القاف؟ اه ممكن افهم. عديلي الاحرف الابجدية لشوف. الف باء تاء سا جيم حاء خاء دال زال راء زين سين شين صاد ض ط عين غين فاء قاف. شفتي هي هيك بتلفظ قاف. بس انا بشوف انه حرف الاف كتير كلاس. قومي انقلعي من خلقتي ابقى قادر اقعد بخلقتك كم قاف في ذلك؟ سبعة ولا قاف وانت الصاد. وانا بشوف انه انا بحب الاف كتير كتير فلا تقنعني. وبما انك بتكره القاف كتير كتير رح اقول لك قصة صارت معي في الطفولة ايام الحنين الاول. شرقنا من القاطعية للقويقة تنقطع قرن قام وقع القدوم عصاقي قام عقل قرعبت قناعاتي وزمقلت قراراتي قررت قاتل قطار قريب قريني قريبا قرنت قرن ثقالي وقلت مقالي يا سقليني يا شلقعة 28 أف. أنسي جنى دورك تفضلي. بيقلك الدكتور عباس تعملي لي تحويل على مشفى التجميل إذا بتفيدي. آه يرتاحي. اي لوين طاحش استاذ خليل ما تقول السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. صار فيني فوق؟ لوين بدك تفوق؟ ليش هون شو؟
عيادة الدكتور عباس للجراحة التجميلية. ومحل ما كنت فايت شو مكتوب كان على الباب؟ العيادة. معناتها ليش ما تسأليني لوين فايت؟ أي مين بدك طيه؟ لا أنت الريقان ضربك ومعشعش بمخك، ليش مين بالعيادة بيكون متواجد جوا؟ أي الدكتور عباس. معناتها إذا بتعرفي إذا الدكتور عباس هو الموجود بالعيادة ليش ما تسأليني؟ العمولو كيفك؟ لا لا والله انا مستغرب ومصدوم ومسعوق الحقيقه، يعني لازلنا لحد اللحظه في رجال ترتكب هي الحماقات بحق المراه، ولذلك شباب شو هالشوفه؟ حدا بيحط براغي بعينه وبراغي بدقنه وبيعمل شعراته على لون قميصه فيك القلب. قايل اسمع دخلت. قايل لوين؟ قايل ما عاد فيني هالحالة. قايل تفضل خليل. هلا يعني انت كل اللي صار معك لانه حط براغي؟ لا ها لك كيف هي متحوله هي؟ لا يا حبيبي هدول بيسموه خليك ساكت خلاص يا خيتي. صحيح يعني انت كيف حاطه براغي؟ يعني ما امزح معك يا خيتي. وين كنا بالحديث؟ اي صحيح وين كنا دكتور؟ وقت ما قام جوزك الحيوان وضربك. اي وبعد ما ضربني هداك البوكس قمت وقعت مصدومه. عفوا قمتي ولا وقعتي؟ عفوا عم بسألك قمتي ولا وقعتي وقت اللي انصدمتي؟ اي وراح انقلع برات البيت وبهديك اللحظة حسيت انه انفي عم يجعني، رحت على المراية لشوفه قام حسيته مكسور. طيب فيك تحددي لي بالضبط امتى بلش انفك ينزوف؟ بعد شي ربع ساعة ونص ساعة من الضربة. عظيم منيح كتير. ولك شو العظيم والمنيح بالموضوع ولك مريقة شبك؟ مدام جنى قال لك الدكتور عباس تحددي له بالضبط. اي وانا حددت له. هلق انت عندك الربع ساعة مثل النص ساعة؟ الحقيقة ما هو حق. عفوا مين الاخ؟ نسيت اعرفك. صديقي ورفيق عمري وزميل دراستي بالخارج خليل. يظهر كتير بيعز عليك لحتى عم يحضر جلساتك مع مريضاتك؟ لا بيكرهني يا بيطيقني طلعي يعني الشر والكره من عيونه. حزورة بعز علي لحتى ما يسمح لي شو بيقولوا؟ لا تقاطعني السؤال موجه كان الي. يا خيتي الأنسي المدام جنى خليل زميل دراستي بالخارج. طبيب زميلك يعني؟ يا محلى خلقت الله شو بدك بالتجميلة، يا محلى خلقت الله شو بدك بالتجميلة، لا بدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة، ما بدنا شفط وبوتوكس انت هيك بتحليلة. ليك يا حلوة لوين بالطريق؟ رايحة الحكيم بدي اعمل كولاجين بوتوكس وماسك بتعملني حلو كتير خليك تدوب فيه وهيدا الشيء اكيد. اسمعي مني شو بدك بيسرعة؟ انت حلوة هيك كيف ما كنت خلت الله ما تكون البنت اللي عايشه بالخيال، جمالك من الله يلو وحده الكمال، روحك الحلوة بتعكس لبرا قلبك الابيض هو عند الاغلى، لو بدك صورة حلوة تعمل لي فوتوشوب ليك وخليل بيرسمك هاتوب، اوعى ما ترهني تفكيرك بجسمك كبري عليك غير هيك ما بلبق لك، هيك على طبيعتك انا برتاح لك، احلى شي فيك تضلي على شكلك. بلش الريقان والكذب بتقلك ما في تجميل، جمالي كله طبيعي تمشي بتتمختر بتميل عمهلك اوعى تضيعي، بتقلك ما في تجميل جمالي كله طبيعي تمشي بتتمختر بتميل عمهلك اوعى تضيعي، فكرة صارت مالي كان وبتضحك عمين ما كان، صارت مالي كان وبتضحك عمين ما كان، وبتقلو خلقت الله يا محلى خلقت الله شو بدك بالتجميلة، يا محلى خلقت الله شو بدك بالتجميلة، لا
شفط وبوتوكس، انت هيك بتحليلي، ما بدنا شفط وبوتوكس، انت هيك بتحليلي فوتوشوب. صراحة شكلي هيك عجبني، ما بدي كون باربي ولا حتى كون بيونسي، كوني بلاستيك تعملي سر شريبة للبنات، كوني من نون كابي 1 2 3 4، فهمت علي؟ خلي تفكيرك معي هون 5 6 7 8، يا رجال بلاست دونت هاف تو بي ريميد. هون أحلى حلقة، أنا بالعربي يا دوب كنت فهمان عليك، ريقنت وحكيت بالإنجليزي فوتني بالحيط، ترجم لي عيني هنت أنا إنجليزي ما بتعرفها. ليكي حكيم ترجم لها شو عم بحكي، ليكو لو بعرف ترجم كنت ترجمت ايه يا خليل، بس عم بحكي عن حلاها مثل ما هي، انا ببت سماها مو ضروري تكون بلاستيك حتى اعجب فيها، تكون كلها نفخ حتى انا دو فيها، يا محلى خلت الله اخر كلمة بحكي مع روحك الحلوة، رح ابي كيف ما كنتي. بما انه خلصنا الريقان اعطونا قطقفتي على البيان وخلونا نكيف. هذا القطقفتي اسم الايقاعه. ايه وشو هذا البيان؟ شو بكره؟ هذا اسم المقام حزوره. ولك يا حبيبي هذا المقام اسمه بيات بالتاء مو بالنون. اوف اوف اوف، لا بدنا شفط وبوتوكس، انت هيك بتحليلي، لا بدنا شفط وبوتوكس، انت هيك بتحليلي فوتوشوب.